لا تزال الوكالات السياحية تندد بما اعتبرتها تجاوزات في حقها من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، لا سيما الضريبة المالية التي تدفعها عن كل معتبر. التقرير لإكرام طيباوي. لا تزال الوكالات السياحية تواجه ما تسميه بتجاوزات الديوان الوطني للحج والعمرة لصلاحيتها، فهي اليوم تتساءل عن مصير ملايين الدينارات التي قبضها الديوان في إطار ضريبة 2500 دينار عن كل معتمر، والتي لم تتلقى الوكالات مقابلها أي خدمة. الديوان الوطني للحج والعمرة أوعد الوكالات من خلال الممثلين تاع الوكالات الا وهما النقابه الوطنيه للوكالات السياحيه انه راح يقوم بتقديم خدمات، من بين هذه الخدمات هي وضع شاشات بلازما على مستوى المطارات، وضع شباب يعني لتوجيه وتوعيه المعتمرين، اعطاء المياه المعدنيه والعصيرات وما شابه ذلك للمعتمرين. احنا ماذا بينا نعرف الفلوس تاع اللي دفعناها للديوان 2500 دينار وين مشات، لاننا لم نرى اي خدمه قدمت من طرف الديوان في هذه السنه كلها. وعكس ما نص عليه دفتر الشروط، تنفي الوكالات تلقيها اي فواتير مقابل الاموال التي دفعتها عن معتمريها. On a demandé une contrepartie et un justificatif parce que حنا هاد الفلوس خرجتها الوكاله، لازم يكون المقابل تاعها وتكون كاينه اون فاكتور كي سوغا ديدكتيف. حنا غدو يعطيوها على الضرائب، يقول لك هاد 2500 دينار ورا المقابل تاعها. حنا جوسكا بريزون نو نافون روسو اوكين فاكتور كي جوستيفي سي ديبونس. اي سي ا سو مولا دونك حنا الديوان ايلي ستريكتومون انتيتي باش يخالف القانون. لسنا بأئمة، شعار حملته الوكالات السياحية هذا الموسم رافضة العمل تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية. ونضربوه بالقانون،